السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعلان عن سلعة مهمة متوفرة لغاية بداية كأس العالم. دموع تماسيح من النوع التونسي الفاخر. تفاصيل أعرضها عليكم في هذه الكلمة. عارضوا بشدة تخصيص منحة بطالة شهرية ودفتر علاج مجاني للشبان الفقراء. قلت لهم إذا تعذر التشغيل الكامل لهؤلاء الشبان فعلى الأقل أعطوهم 200 دينار مقابل يوم عمل في معتمدياتهم ولا في بلدياتهم إلى أن نجد لهم عملا، لكن استكثروها عليهم ورفضوا زيادة طفيفة في ضرائب الأغنياء لتمويل هذه المنحة، وأسقطوا المقترح اللي قدمته لمجلس نواب الشعب، أسقطوه بالتصويت. فرحين مسرورين وسخروا مني لأني دعوت لذلك وتفننوا في تشويه سمعتي وتنافسوا في إقصائي سياسيا وإعلاميا، واليوم يذرفون دموع التماسيح بسبب غرق العشرات من أولئك الشبان الفقراء في البحار، غرقهم وهم يحاولون الهرب من بلاد يعشش فيها الظلم والحجرة ولا يطبق فيها حقيقة إلا قانون حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت. شبان هربوا من تونس الباجي والغنوشي ويوسف الشاهد وحسن زرقوني وقناة نسمة وقناة الحوار التونسي وبائعي الأصوات والوطن من شراء ذلك بعشرين دينار أو بأقل من ذلك. شبان في عمر الزهور ركبوا قوارب الموت وهربوا من تونس السبسي وبشرى بالحاج حميد، تونس مش المشغولة بهم بمعاناتهم لكن المشغولة بإعادة تماثيل بورقيبة وسط العاصمة والمدن الكبرى في الجمهورية التونسية، تونس المشغولة برشا بتغيير أحكام الميراث في معاندة واضحة لنصوص القرآن الكريم، تونس المشغولة بتزويج التونسية المسلمة بغير المسلم، تونس الباجي والغنوشي ويوسف الشاهد وبشرى بالحاج حميدة والحوار التونسي والنسمة، تونس المشغولة بتخفيض أسعار الويسكي والخمور الفاخرة. أسفي عليكم يا فقراء وطني ويا شبابا تبدد عمره في البطالة ولا يجد ما يستيقظ من أجله مثل بقية الناس كل صباح. إنا لله وإنا إليه راجعون.